فأي إنسان بيلمح لك، بيبلغك، بيقول لك سيأتيك كذا وقدامك دفعة كبيرة، هذا كلام ضعه تحت قدمك، لا يعلم الغيب إلا الله. لذلك من أتى عرافاً فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. شيء خطير، من أتى عرافاً فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، ومن أتى عرافاً فلم يصدقه لم تقبل له صلاة أربعين صباحاً، لم تقبل له صلاة أربعين صباحاً. هي موضوع النجوم، في مليون موضوع وأيام يذاع بالفضائيات، يعني ما سيكون، ماذا ينتظرك؟ أنت من أي برج؟ من فرضاً من برج الجدي، قدامك قبضة، في عندك واحد عم يحسدك، كله كلام فارغ. تحت قدمك، تحت قدمك، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله. هذا القرآن. والنبي الكريم قل لا أملك لنفسي ضراً ولا نفعاً وإني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ولا أعلم الغيب. هذا مقام سيد الأنبياء والمرسلين، فمن نحن؟ لا تسمح لدجال، لا تسمح لكذاب أن يخبرك عن الغيب تحت قدمك، لمجرد أن تستمع له لن تقبل لك صلاة أربعين صباحاً ولو كذبته. أبعد عن كل هذه الأسباب.